طرها الزهان. أسير أخو ياسير. كارثة. على اللي دار النهار كله هو انا راه العذاب الاليم هذا الرجل ديال لامبريا زيد وقف زيد وقف اون بليس طوموبيل ما مريحاش ما مرتاحش كيفاش تنعرفها؟ كيبريد تمعت عليها هذه الميديا شفتها في الانترنت. تحت اون بان شحال هاد الصغر ديال الوقت؟ البياس ديالها واش كاين موجود ولا ما موجود؟ سكت ليا من الضو وما دير. بيان بيان بروبر. او لا جاني هاد الطاكسي بحال ما طاكسي. من اول طاكسي للطيوطه ياك. بلا مجامله هي مزيانه. ما كتسمع لها صداع لا والو بحال الطوموبيله الموطور نهار كله كيصدع لك في دماغك. الموطور سيلونسيو. الكونفور كما قلت لك. والتلوث ما كاينش. باتيس كتاج عندك اشري في الطوموبيل. باتيس كتاج. هادو هما ليبريد دابا لي فواتور هيبريد. واحد المره طلع واحد الكليان قال لي البلاصه لاش غادي وانا نزيد هو يقول لي واش تكما دي ماريتي قلت لي راه مارش الطوموبيل سي سوبر سي با بوليون سا في با دو بروي رين او لا لا الكونسوماسيون كان شي فرق تقريبا بين 20 درهم 25 درهم في المئه انا كاين فرق كبير انا باتشي ديك تقريبا واحد 40 درهم وحسب 40 درهم في مدة الشهر شحال ديال الفلوس غادي يبقى لي او ميم طون بحال دابا انت غادي دابا انت غادي فهاد لومبوتياج طاق 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 كتحيد منك داك لو ستريس تحيد منك داك العصب كتحيد من كلشي ما تيكفاتك مزيان في مراكش كاين الوقيف دغيا عاوتاني السياره فاش خدمت ديال تويوتا مريحه تمشي مرتاح تخرج مع الوليدات في العشيه كنت فهاديك الطوموبيل اللي تنمشي وتنضربها بالعصا ما تنفيقش زعما سياره ممتازه لقيت فيها راحتي وما باقيش عارف باقي نسوق السياره الاخرى لا كلين وي جو فيرم لا فينيتر شحال دير 18 هذه تقريبا دير كاع 24 يزيدوا كاع الفلوس وما يكونش تلوث تكون زينه راه جبد فلوسك ما تكذبش عليك اول طاكسي في كازا ماشي في طاكسي بان لي في المغرب يمكن اركب في طاكسي غادي نجلس مزيان مرتاح اول خطره واقيلا والله ما نكذب عليك زوين تبارك غدا ما كاينش سي اكستراوردينير راه الصوت ما كاينش ياك استاذ بحال ما غاداش tous les taxis si j'étais le roi j'obligerais tous les taxis à être comme ça بالنسبة للدعم اللي كنطلبوا من الدولة هو تهبط لنا الثمن بحال الثمن اللي دايرين السيارات الاخرين وراه مزيانه بيكون على اقبال مزيان باش تقدروا